طبعا ده بينعكس يا فندم على زياده الاستثمارات. يمكن حضرتك تعلم جيدا وكل مشاهدينا زياده الاستثمارات مثلا في قطاع الاكتشافات البتروليه والغاز. نعم. زياده الاستثمارات زي ما حضرتك انت تفضلت وشفت قبل كده من مساهمه راس الحكمه او استثمارات داخله في بعض من الانشطه الاخرى اللي هي شركائنا. طب خلينا كمان نتكلم على الاشار للصندوق، انه كمان نتكلم على التحويلات اليوميه الانتر بانك ما بين البنوك زاد بالعملة الأجنبية، في ارتفع بشكل كبير في الفترة الأخيرة. طبعا ده من برضه من النقاط الهامة ان واحد، خلينا طبعا عشان نوثق ما قاله الصندوق، ان من اهم مميزات واركان الاقتصاد المصري ان الجهاز المصرفي المصري بالكامل في مصر ذات صلابة كبيرة جدا، وان الانتر بانك ومستقر، صلابة ومستقر بالضبط ما بين البنوك وبين بعضها، في استقرار كبير جدا، واصبحت في يسر في تحول العملات ما بين البنوك وبين بعضها، وده انعكس على سعر الصرف النهارده اللي اصبح واضح كبير جدا امام المتعاملين وامام المستخدمين وامام الاعلام حتى كمان، ان اصبح اللي فيه توفر في العمله الاجنبيه الحمد لله في السوق المصرفي وفي السوق المحلي بالكامل. فيما كمان اضاف ان خلال الايام القادمه سوف ينتهي جميع الاجراءات لاستيراد جميع السلع اللي كانت احضرتها الحكومه، سوف يتم الافتتاح يعني ينفتح على الاستيراد بالكامل لجميع السلع اللي هي تحتاجها السوق المحلي. وطبعا ده بيعتبر من اهم التوثيق للعالم ان الاقتصاد المصري تحسن خطوات ايجابيه كبيره جدا واعاد الاستقرار مره ثانيه لعمليات التصنيع والتشغيل. عظيم. دكتور مصطفى، اشار الصندوق ايضا انه البنك المركزي لا يتدخل في اليات السوق، ولكن هي متروكه للعرض والطلب، هي اللي بتحدد السعر، انه لا يتدخل البنك المركزي في هذا الامر. طيب خليني اذكر حضرتك، كان ليا الشرف ان انا كنت مع حضرتك من حوالي شهر وقلت لك انتهت خلاص السوق السوداء، الدوله لن تتراجع عن اتخاذ القرارات في طرق العرض والطلب للسوق المحلي. يعني لما نلاقي سعر الدولار ارتفع جنيه، ارتفع اتنين، نزل 5 جنيه، ده بقى مطروقه خلاص للسوق. دي من اهم الاجراءات اللي بيقوم بها البنك المركزي خلال الفتره الحاليه، طرق العرض سعر الصرف للسوق كيفما يتراقى له. وطبعا النهارده عايز اقول لحضرتك ونوثق هذا الامر، رغم ان السعر اللي انت بتشوفه ده انا في وجهه نظري لسه غير دقيق، يعني ممكن تكون قيمه الجنيه افضل من السعر اللي انت بتشوفه دلوقتي، ولكن طبعا لسه ما زال الناس متحفظه على الدولارات معاهم تخوفا ان يكون في ازمه بعد كده او مشاكل. علشان كده بنرجع تاني ونقول ان قيمه الجنيه الحاليه مش حقيقيه. ايوه يا فندم، ولسه قدامنا وقت، ما تنساش حضرتك ان احنا لما حركنا سعر الصرف ما بقلناش 6-7 شهور، يعني لن يمر عام كامل على قدرة اظهار قيمة يعني الجنيه. يعني ممكن ينزل تاني. ايوة يا فندم، وخليني اقول لحضرتك بمنتهى البساطة، كلما تحسنت الاجراءات الحكومية اللي حضرتك بتشوفها واللي بتثبتها الصندوق واللي بتتكلم بيها دولة رئيس الوزراء، اؤكد لحضرتك ان ممكن قيمة الجنيه تزداد. ببرهن على كلامي بان واحد، ان الحمد لله رب العالمين ما زلنا حتى وقتنا الحالي استقرار كبير جدا في سعر الصرف في السوق المصري.